يخص التهيئ والتحضيرات ديال المكتب فيما يخص عيد الأضحى المبارك المقبل، هنا مجموعة من الإجراءات اللي خداها المكتب. أولا بدأ بعملية تسجيل جميع ضيعات تسمين الأغنام والماعز اللي غتذبح في عيد الأضحى المقبل. وفي هذه الوقيتة هذه احنا هذه العملية هذه اللي عرفت مشاركة كثافة ديال الكسابة واللي استحسنوا هذه العملية هذه واللي شاركوا فيها بكثافة. هذه العملية اللي كيقوم بها المكتب هو بمواكبة ديال المصالح ديال وزارة الداخلية، ديال بعض المصالح وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وكذلك الفيدرالية المهنية للحوم الحمراء. هذه العملية هذه ديال تسجيل الهدف ديالها هو اننا نعرفوا جميع الكسابة اللي كيسمنوا الأضاحي ديالهم ديال العيد، وكان صغير ولا كان كبير، كان في قرى وفي قرية ولا في مطشر، كان عنده كبش واحد ولا جوج ولا حتى واحد العدد كبير. إذا ما كاين استثناء، عملية كتم جميع الكسابة المغاربة اللي كيهيئوا الأضحية ديالهم ولا اللي كيسمنوا الأضاحي للعيد. الهدف ديالها أننا خصنا نعرفوا كل كساب فين كاين والطريقة باش أنه واحد الوقيته، لان من بعد العمليه التسجيل دوزنا للعمليه ديال الترقيم الاضاحي، وهذه العمليه الترقيم هي مهمه. هذه العمليه الترقيم غتكون عندنا بواحد الحلقه خاصه سميناها الحلقه ديال العيد. هذه الحلقه ديال العيد هي حلقه عندها واحد اللون اصفر، عندها واحد الرقم تسلسلي من واحد حتى 6 ملايين، وعندها فيها نجمه خماسيه وكاين راس كبش، كذلك مكتوب واحد العباره فيها عيد الاضحى. هذه هي الخرصه ديال العيد ولا الحلقه ديال العيد. وهذه الحلقه ديال العيد هذه كما سبقني وريت لكم هي هذه اللي فيها رقم تسلسلي عباره عيد الاضحى، فيها الراس ديال الكبش والنجمه ديال المغرب. هذه جميع الاكباش على الصعيد الوطني اللي حنا دابا كنرقموهم واللي الهدف ديالنا اننا نوصلوا ل 6 ملايين راس مع نهايه شهر يوليوز. والهدف ديالنا هو اننا كنثبتوا الملكيه ديال الكسابه فيما يخص الاكباش ديالهم والاغنام ديالهم. ثانيا على اننا كتصبح لنا واحد الشفافيه في التسويق ديال الاغنام، على اننا المستهلك غيكون عنده الاختيار